السلام عليكم. أسبوعين مرت على غزة خلفت أكثر من 4000 شهيد، من بينهم أكثر من 1500 طفل ومثلهم من النساء. منازل هدمت على رؤوس ساكنيها، ومرضى ونازحين تلاشت أشلاءهم بعدما استهدفتهم مخالب الكيان في ملاذهم الذي كان آمنا. مستشفيات تهدم يوميا وتهدد يوميا أمام مرأة ومسمع كل المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية وقوانينها واتفاقياتها وبروتوكولاتها اللي تعمل فقط لصالح من يحب. أما المواقف العربية فهي الأكثر إيلاما من الصور المأساوية في غزة. صور العار، هذه الكلمة كلمة العار أقصدها، اللي اختفت تماما من قواميس الحكام العرب. بالسابق كانت الشعوب العربية تطالب بمواقف مساندة للقضية الفلسطينية، كانوا يطلعون في مظاهرات من أجل أنه يجبرون حكامهم على مساندة القضية الفلسطينية، ويتحججون حكامهم بمختلف الحجج. إلى أن هذه الشعوب وصلت إلى مرحلة للمطالبة بعدم دعم الكيان، بعد أن سارعوا إلى إعلانات التطبيع وزيارات الكيان وحتى تبادل الزوجات وهم يرقصون على جثث الضحايا في غزة المحاصرة بلا ماء ولا كهرباء ولا علاج. أسبوعين ولم يستطع زعماء العرب فتح ممر لإيصال مساعدة إنسانية للشعب اللي يتمسك بأرضه مثلما يتمسكون بكراسيهم التي تقف مدعومة بالكيان الصهيوني. 25 دولة عربية ما قدرت توصل قنينة ماء أو علبة حليب لأطفال غزة، ورجعوا ناموا بهدوء، ونومتهم ستطول ما دامت الصواريخ ليست على أبواب قصورهم، لكنها ستأتي يوما ما فتذكر. في حديث العراق لهذه الحلقة، غزة نار الكيان ونار الخذلان. أرحب بكم من جديد، ورحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بضيوفي الأستاذ أوراس المشهداني السياسي المستقل، والأستاذ علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي، ومن المفترض أن ينضم لي السيد عايد المناع الخبير في الشؤون الدولية من الكويت. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ أوراس، كيف تقرأ المشهد الآن؟ اليومكم مؤتمر، خطابات عربية متكررة مثل ما شفناها في كل المؤتمرات السابقة، رجعت قاعدين الجماعة ويتحدثون عن قضية كأنها لا تهمهم أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، تحية لكم وقناتكم الكريمة والأستاذ علي المحترم. حقيقة اليوم يعني مؤتمر اليوم، احنا كدولة عربية مسلمة وكدولة لها شأنها الخاص كعراق، اليوم دولة رئيس الوزراء تحدث بهواجس العراقيين وأوصل الرسالة الشعبية اللي المفروض هي توصل من البداية، لكن هذا قرار العرب وهذا يعني رأيهم أن يكون المؤتمر لهذا اليوم، وبالتالي دولة رئيس الوزراء من ما التقى رئيس روسيا هو أنطى رسائل أنه هذا كيان مغتصب وكيان محتل، واليوم أنطى إيجاز مفصل حول قضية غزة والقضية الفلسطينية واللي بداخلنا وصل للعرب. لكن اليوم فعلا اليوم أهالي فلسطين وشعبنا في فلسطين نعزيهم ونعزي الأمة الإسلامية والمسلمين فقط في الشعوب الإسلامية، لأن احنا نقصدها انه فعلا انه ما عندنا صفات للكثير من حكام العرب انه يحملون صفات الإسلام والمسلمين. هاي كفرات احنا نعتبرهم مو مسلمين، دول لا مو مسلمين، هذول أدوات تبعية بيد أجندات خارجية من ضمنهم يستلمون الأوردرات من إسرائيل، وهم يعني أعلى هاي الدول العربية المسلمة. ماكو الإسلام عد اللي عد الشعوب اللي ما تعاطفت اللي انتفضت من أجل القضية الفلسطينية، الإسلام عد الشعوب والدول والحكام اللي فعلا هزتهم القضية الفلسطينية، مو الإسلام عد اللي يتأسلمون برأس الشعوبهم وبالتالي تروح تشوفهم اليوم
يقعدون ينتظرون اوردرات من اسرائيل ومن بني الصهيون. احنا خلينا نعترف انه هذا اللي قاعد ينتظر اوردرات. احنا اغلب الدول الاسلاميه هي مطبعه، اللي مطبعه بالعلن واللي من تحت الطاوله. هذا الموضوع ما يخفى على واكثر الانظمه السياسيه، حتى ما مطبعه الكيان الصهيوني ده يصرف اموال وينطيهم اموال من اجل انه يكسر قرارات ويصنعون ازمات داخل بلدانهم. زين، لكن اليوم احنا كدوله وكشعب عراقي، وانا اتحدث بلساني وان شاطرني العراقيين وحضراتكم، انه هذا كيان مغتصب، هذا كيان عدواني، وهذا كيان فريضه كفريضه الصلاه على المسلمين وعلى حكام المسلمين، ونبديها من ثاني الحرمين، من مكه المكرمه والمدينه المنوره، انه يعلن الجهاد الحقيقي، مو الجهاد اللي صنع داخل الشعوب وصارت مثل ما صار بالعراق. ممكن احنا هاي دمانا في بيناتنا اللي صار بالعراق من بعد الاحتلال الامريكي، ومن بعد ما فتحت الدول العربيه الاسلاميه حدودها للامريكان، وبالتالي الامريكان الى اليوم يتحكمون بكثير من القرارات داخل المنطقه. يعني هذا افهم كلامك انه هو مطالبه لرجال الدين باصدار فتاوى للجهاد؟ هي ما يحتاج لها رجال دين، هو هذا غزو، وهاي اولى القبلتين والثاني الحرمين ومصر الرسول. هذا المكان اذا ما يحتاج لها استاذ وراس، اذا ما يحتاج لها، يعني معقوله هسه رجل الدين لازم تقول له اخو كان يقول اقتلوا فلان اقتلوا فلان؟ ليش اقول لك لعدد الحكام؟ وين راحوا ذولا؟ الحكام اللي خاضعين الى اوردرات من قبل الكيان المغتصب ويتحركون بتوجيهاتهم ما يقدرون يعلنون. هذا اللي دا اقول لك انه احنا نتحدث شفهيا بلغه الاسلام. لكن اليوم من نرجع، لا هسه احنا تعدينا الحكام ذولا ناس سياسيين. رجال الدين وين هم؟ انا اتحدث عن رجال الدين اللي كانوا يصدرون فتاوى، اصلا يمكن حتى دعاء ماكو هسه للفلسطينيين. شنو المشكله؟ اكو حرمه بالدعاء لفلسطين، اكو حرمه بالجهاد لفلسطين. القضيه الدينيه هي ايضا تبعت القرارات السياسيه او قرارات الحكومات. يعني اليوم ماكو رجل دين، يعني اليوم هسه خلينا نحكي على حتى على مستوى بلد. اليوم الاوقاف اللي عندنا الوقفين السني والشيعي يقدرون ياخذون قرار بدون ما يرجعون الى قرارات حكوميه، او ينطون فتوى بدون ما يرجعون الى اتفاق مع الحكومه او الكتل السياسيه. زين، بس الان حتى الحكومه العراقيه، راي الحكومه العراقيه واضح في خطاب السيد محمد الشاعر السوداني. هذا مو راي حكومه اليوم، هذا راي شعب. راي الشعب، تمام، مو من ممثل الشعب الان، ممثل الشعب الان هو رئيس الوزراء. راي الشعب اليوم السيد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني انطى اجازه براي العراقيين، لا سنه ولا شيعه ولا اكراد ولا قوميات ولا رجال دين. زين، هاي حرمتنا وهذا بلدنا فلسطين. تمام، انت ليش تطلب من العراقيين اللي هم العراقيين اللي الان العراقيين من اكثر الشعوب المتفاعله والاكثر الشعوب المستعده للتضحيه في سبيل هذا 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 الوضع اللي قاعد يصير؟ العراق ليش ما نطلب ما نروح على الازهر؟ ليش ما نروح على مكه المكرمه؟ ليش ما نروح على هاي المرجعيات الكبرى للمسلمين في العالم؟ مكه المكرمه والازهر، هو احنا اذا نرجع على كفتوى للقوميه او المكون السني، احنا نتبع مثلا نقول الازهر. لكن اليوم نبحث عن فتوى الازهر، اين الازهر؟ بالتالي من يطلع رئيس جمهوريه مصر العربيه واليوم قائم مؤتمر وقبلها في غلطه او في زله لسان يقول دوله اسرائيل، هذا اكو مفاهيم داخليه داخل النظام المصري انه ممكن هو معترف داخليا انه اسرائيل دوله. هو نسى يجوز 6 اكتوبر. سفاره اسرائيل موجوده عندنا بالقاهره. يعني هذا اعتراف دولي، زين احنا كعراق، احنا كعراق برغم الاحتلال ورغم المشاكل اللي عانى من العراق والعراقيين، لكن اليوم احنا ما نتعاطف. هاي قضيه عرب، هاي قضيه اسلام استاذ محمد. هذا المكان اللي صلى به سيدنا الرسول بجميع الائمه، عفوا الانبياء. يعني يصاع الى قرارات اسرائيليه يهوديه. طيب هذا الكيان اللي كيان القرد والخنازير اللي ذكرهم رب العزه ووعدهم هو، اليوم احنا كبشر وكحكومات منتظرين التمويل والاقتصاد والتحكمات السياسيه والخطط الخمسينيه نتبع لدوله اسرائيل. واضح استاذ علي، حياك الله. وجهه نظر الان متداوله، يقول لك احنا الدول العربيه ليس لها القدره على مواجهه اسرائيل. اسرائيل عندها الامكانيات وعندها خلفها تقف امريكا، والان شفت منظمات دوليه قوميه صدعت روسنا على ابسط قصه تصير في مجال 6000 بيان وكلام وتهديد وكذا، ما اعرف ايش، ما اعرفهم وين راحوا، كل شيء ما يشوفون. اذا الان العرب يقول لك احنا ما عندنا طريق لمواجهه اسرائيل، ليش تورطونا بهاي الورطه؟ ليش تدخلون الشعب الفلسطيني بورطه ما يقدر يطلع من عندها؟ تحياتي لحضرتك. حياك الله. استاذ فراس ولكل مشاهدي قناتكم الكريمه.
شرف رفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. عوف المكان وعوف الطريق. أولا من حيث المبدأ، أين الأصوات التي كانت تنادي بتقتيل العراقيين وتحديدا تقتيل الشيعة وأخرجونا من الملة أيام الحرب الطائفية؟ أليست المنابر الدينية والمنابر السياسية كانت تشجع الناس على الاقتتال الطائفي بعيدا عن المسميات؟ وهذه الأصوات من كانت تجينا من مصر وتجينا من فلسطين وتجينا من الأردن وتجينا من سوريا وتجينا من منابر مكة ومنابر المدينة المنورة اللي المفروض هي منابر سلام، منابر طمأنينة للإسلام. أنا أعتقد معركة الطوفان، إحنا بالنسبة لنا كجزء يعني العراقيين من الأمة العربية، جزء من الأمة الإسلامية، ما أعتقد الآن الخطاب علينا مفاجئ. هذا الخطاب المتخاذل ليس بجديد. كنا ندرك هذا الشيء. وين الخطاب المتفاجئ؟ هم يقول لك هذا خطابنا خطاب عقلاني واحنا نتعامل بمنطق العقل، هذول ناس عندهم قوه ومدعومين وكذا، ما نقدر نتحاور. لا الله ولي الذين امنوا، الانسان المؤمن يدرك انه اكبر قوه بالارض وبالسماء وفي كل المجالات هي قوه الله. لذلك الانسان ما مسؤول عن النتائج، يعمل بالاسباب. اكو تكليف عليه مواجهه الظلم. الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقاتل الذين يقاتلونكم. زين هسه احنا بالنسبه لنا نشوف حرب اباده جماعيه، ما سلمنا مثلا الطفل ولا الشيخ ولا المراه ولا الرجل، ماكو استثناء، وبالتالي ماكو اي حجه. احنا مبدئيا الان الصوت بدنا نسمعه، صوت الاستنكار هذا عوف هسه الحدود مسدوده. انطيني خطيب منبر الان من كل هاي الدول العربيه سمعناه خطاب يدعو المؤمنين ويدعو المسلمين مثل ما كان يدعوهم بالجهاد داخل العراق وداخل سوريا، خلينا نسمع الصوت هسه عوف اللي عليه خلي يسويه. الان هاي الاصوات اختفت، واضح الموضوع. كنا نقول انه هذه الاصوات كانت الموت الامريكي الصهيوني، هذه الاصوات هاي الجالدين للمسلمين، واثبت الواقع بالروايه الصهيونيه. والدليل الان انت الان اكبر معركه ذكر لك سيد فراس، انت الان فلسطين لا تمثل قضيه قوميه، قضيه عقائديه محوريه للاسلام، اولى القبلتين وثالث الحرمين. المفروض انه هذا المكان الان كل المسلمين ما يتانون يسوون طريق الحكومات، لا احنا نروح ونروح بصراحه بهبه رجل واحد، وبالتالي نجبر الحكومات العربيه المتخاذله على فتح الطريق. خلينا نكون واقعيين الان، لا ما نقدر كل الحكومات العفو متخاذله. الان عندنا اليمن، لبنان، سوريا، العراق، الان خطاب حقيقه دوله الرئيس تونس محمد الشيع السوداني برايي اعاد منهجة الخطاب العربي الاسلامي ولاول مره. قوه الخطاب اليوم حقيقه وضع الاصبع على الجرح من خلال دقه الالفاظ وصياغه العبارات. اول رئيس عربي هو اسلامي باعتبار جمهوريه اسلاميه سبقتنا بهذا الموضوع، اول رئيس عربي استطاع ان يحدد ان الشعب الفلسطيني يتعرض لاباده جماعيه. ارجع لكل الخطابات، لكل بيانات الدول العربيه، ما نجد اي خطاب واضح. خطابات مغلفه بالدبلوماسيه، بالمجامله، بالحياديه، فبالتالي الموضوع اصبح واضح. الان نحن امام معركه فيها معسكرين، معسكر الله اللي هو معسكر المظلوم، معسكر المقتول، معسكر المهتوكه حرمته وماله وعرضه ودمه الفلسطيني، ومعسكر الشيطان اللي هو معسكر الباطل، معسكر الكيان الصهيوني امريكي اوروبي اللي متحالف على قتل الفلسطينيين. قسما بالله لو ان العرب سكتوا امام هذه الجريمه، فمثل ما قلت جنابك ستنتهي الصواريخ الى عقر دارهم الى حيث يقتلون. فبالتالي لا عاصمه من امر ربي. الله سبحانه وتعالى امرنا بما انه احنا بدنا نطيع امر الله من خلال الظلم، الان سيصل الظلم. واضح. دكتور عايد حياك الله. الاستاذ علي فضل الله يتحدث عن انه الان معسكرين، معسكر الشيطان اللي يمثل الكيان الصهيوني، والمعسكر الاخر معسكر المظلوم اللي يقتل يوميا وينتهك يوميا ويقصف يوميا، واطفال نصارى واشلاء ذول الفلسطينيين. وين واقفين انتم؟ في اي معسكر حاليا؟ دكتور عايد تسمعني؟ معسكر الرشيد. دكتور عايد تسمعني؟ ايوه اسمعك، اسمع سؤالك. دكتور عايد تسمعني؟ دكتور عايد تسمعني الان؟ تسمعني حضرتك؟
الو انا اسمعك اسمعك الان. طيب سؤال شنو؟ السؤال انه سيد علي فضل الله ضيفي في الاستوديو يقول اليوم عندنا معسكرين، معسكر الشيطان اللي يمثله الكيان الصهيوني ومن معه من الاوروبيين وبقيه المطبعين وغيرهم، معسكر الاخر معسكر المظلومين، معسكر الفلسطين، معسكر الناس اللي يقتلون يوميا، في اي معسكر تقفون حاليا؟ للاسف ليس واضحا. لا اليوم نحن امام موقف تاريخي، غزة تتعرض للقصف والتدمير والقتل، لا شك بأنه إمكانيات العرب صريح العبارة على منع إسرائيل هي إمكانيات محدودة، وخطابات والهتافات كل هذا، حتى في أوروبا طلعت مظاهرات بأمريكا ميتة، هذا صحيح، لكن للأسف الشديد هو الانتظار لفلسطين ليس بإمكانها تقوم بشيء. مصر والأردن عقدوا اتفاقيات كامب ديفيد بوادي عربة، ولبنان ركيك وضعيف، وطبعا الله وضعية مختلفة عن الدولة اللبنانية، وبالتالي هذه أيضا مشكلة أخرى. الانتداد الذي ممكن أن يحرك شيء هو الحقيقة طهران بغداد دمشق ممكن، ولكن علينا ناخذ بعين الاعتبار أن سوريا مدخلة بجراحة وأوضاعها ليست على ما يرام، وإسرائيل تقصف يوميا إيران وحزب الله وسوريا في الأراضي السورية، ليس هناك رب. لذلك يا اخوان يعني اكبر ما نستطيع للاسف الشديد هو الدعم المعنوي والمادي للاهل في غزه، ولا اقول بصريح العباره. هذا خش تفصيل دكتور هاي. يقول لهم معلش. تمام واضح دكتور هاي، هذا خش تفصيل اللي تفصل دكتور. على الضغط على اسرائيل لوقف الهجوم البري. تمام. دكتور هاي تسمعني؟ الجوي لن يكون يعني اهون. واضح دكتور عايد تسمعني حضرتك؟ تسمعني حضرتك؟ يعني مذابح للمقاومه ولغيرهم من الناس الذين في طريقه. تمام تسمعني حضرتك دكتور؟ الدول اسمعي بس، الدول الاوروبيه في مؤتمر القاهره اكدت على حل الدولتين، نعم ادانت حماس وهذا متوقع، ولكن أكدت على حل الدولتين. أيضا الكلمات العربية، السيد السوداني أشار إلى 70 قرار دولي صدر ولم ينفذ، تبقي العهد الكويتي أشار إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وليس بس 67، على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالتالي هذه الإمكانيات المتاحة للبعض، أما البعض الآخر فهو إما بعيد وإما الحقيقة غير يعني غير مستعد للمواجهة. يعني هذه المسألة دكتور عايد، أنا عندي خلل دكتور عايد اسمعني، ممكن تتعرض للدمار دكتور عايد، فقط عندي خلل بالصورة ما قاعد توصلني بشكل واضح، بس خليني الآن أنت فصلت حضرتك قلت انه سوريا هذا وضعها، حزب الله في لبنان هذا وضعه، المصريين هذا وضعهم، لكن ما ذكرت الخليجيين وين واقفين. الخليجيين دول الخليج الان دول مستقره، عندها امكانيات ماليه هائله، وعندها قدرات، وعندها علاقات دوليه، وعندها امكانات، وين واقفين دول الخليج؟ يعني ذكرت انه اللي عندهم اتفاقيات، ذكرت الاردن وذكرت مصر، لكن ما ذكرت الاتفاقيات اللي موقعة مع الإمارات، الاتفاقيات من الداخل اللي موقعة من تحت الطاولة مع الدول الأخرى، هاي شنو علاقة؟ ما لهم علاقة بذولا؟ ما لهم علاقة؟ مو عرب؟ مو يم الموضوع؟ مو مسلمين؟ أنا بعد بقول لك الإمارات، اسمعني، الإمارات والبحرين
والمملكة المغربية والسودان، هذول كلهم أيضا وقعوا. ما تشوفوا الإمارات الكل الوقع، واللي ما وقع راح يوقع بكل أسف. إسرائيل نضحك على أنفسنا إذا نعتقد أن إسرائيل منعزلة عن العالم الغربي. الرئيس الأمريكي هرول إلى إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني هرول إلى إسرائيل. إذا تريدون أن نتكلم واقعيا نتكلم، أما عاطفيا فيشهد الله أن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا. أنا ما فهمت وجهة نظرك. هل توقيع الإمارات والبحرين فهي زراعة غربية خبيثة في أرض غير أرضها؟ لا أنا ما فهمت وجهة نظرك. يعني هل توقيع الإمارات والمغرب والبحرين وأيضا السعودية كانت باتجاه التوقيع، وقلت حضرتك إنه ما يوقعون اليوم يوقعون باكر، هل هي إيجابية سلبية شنو بالضبط؟ لا شوف، أنا أقولها لك كذا، هذا البلد اللي اسمها الكويت الصغيرة هذه بحجمها للأمانة والتاريخ هي ضد التطبيع. أنا طبعا أيضا من جيل ضد التطبيع ولا نقبل فيه، ولكن لا نملك العالم الآخر، هذه دول لها مصالحها يا حبيبي. بالتالي يعني ما يعني نكون مبالغين، احنا كل ليلة الشعب الكويتي ينام في ساحة الإقادة ويعمل ويحشد وينتج بالغرب وبالإمبريالية والأمريكان وغيرهم. يعني الكويت في معزل عن الخليج، يعني هل يمكن أن نقول دكتور عايد اللي في الماء، هل نقدر أن نقول الكويت في معزل عن دول الخليج في عملية التطبيع، أنه لا يمكن أن تصل إلى مرحلة التطبيع؟ ما هي السعودية اللي أكبر من الكويت، هم ماشية بالأمور وواصلة إلى مراحل، وهذا كله مجلس التعاون الخليجي يمكن متفق على هذا الموضوع. السعودية وضعت شرطا لن توافق عليه إسرائيل، وهو أن إسرائيل تقر بحل الدولتين وفقا للمبادرة العربية في مارس 2002 في قمة بيروت، والتي هي في الأساس مبادرة سعودية. وهذا بحد ذاته اعتراف على تنفيذ القرارين. واضح دكتور، لكن هذا بحد ذاته اعتراف بأن إسرائيل ثلاثة ثمانية لسنة 73، وعندها ممكن الحديث عن اعتراف عربي بإسرائيل. لا بس هذا بحد ذاته لا ترد على أحد يا أخي. واضح. إسرائيل الآن أسوأ من عدة سنوات. يعني أنت تذكر رابين لما حزب السلام قتلوه، وبالتالي أنت أمام يمين يرى، اسمعني، يرى كل فلسطين بينها يهودها والسامرة، ولا شك بأن أمام إشكالية كبيرة. ولكن المشكلة أنه ما أمامنا إلا الضغط بحل الدولتين. لعل وعسى أن الغرب يضغط على إسرائيل، إحنا ضغطنا ما راح يأثر على إسرائيل. السعودية بثقلها ممكن تفعل شيء، لأنه متبنت المبادرة العربية وتصر عليها، وهذا طبعا يوحيه. تمام، واضح دكتور، اسمح لي أنتقل لضيوف. واضح الضيوف عندهم وجهة نظر قد تكون مختلفة مع حضرتك، تحدثوا عن أنه عن غياب تام عن كل عن الفتاوى عن رجال الدين، غياب تام تماما عن نصرة القضية الفلسطينية. أستاذ راس كلام أستاذ عايد، دكتور عايد تحدث يقول لك هاي واقعيتنا، هذا واقعنا احنا، هذا اللي مفروض علينا بالوقت الحاضر، ما عندنا غير هاي الإمكانيات، شو نسوي؟ يعني حل الدولتين، يعني حل الدولتين جزء منه اعتراف بإسرائيل دولة، يعني ليست كيان صهيوني، انتهت قصة كيان صهيوني من زمان. الدكتور عايد هو وجه اصبع على فد موضوع وشخص فد موضوع، انه الدول اللي تحدث بها اتجاه القرار الإسرائيلي أو القرار الصهيوني، لكن هي الدول اللي تحدث بها هي صاحبة مورد اقتصادي إلى الغرب، وهي من ضمن، يعني إذا هي اتفقت مع الدول النامية من ضمنها العراق على أنه توقف التعامل مع الدول اللي هي تتحركها إسرائيل أو تتعامل مع إسرائيل، راح تشكل خطر على إسرائيل وعلى من يسند إسرائيل عربيا ودوليا. اليوم يعني اكو مفهوم، خلينا نقول انه احنا، هو وذكر نقطه اخرى انه ندعم معنويا وماديا،
ليش هو الدعاء المعنوي والمادي ايش راح يقدم الفلسطين؟ ايش راح يسوي الاربع ناطحات سحاب وراها ثلاث صواريخ يوقعهم؟ هذا مو دعم. يعني ابسط شيء يعني الاساطيل اللي دخلت العراق هي دخلت من الدول العربيه باحتلال 2003 اقلها هاي الدول خل تستعرض بجيوشها وينطون بيانات خلي يقولون يابا هاي جيوشنا وهذا سلاحنا وهاي قواتنا وهاي امكانياتنا حتى لو مشترينا من امريكا من روسيا السلاح من ما اعرف وين بس خلي يستعرضون بسلاح جيوشهم ويقولون هاي موقع شعوبنا اذا لم يتم رفع السلاح وايقاف القصف على غزه راح يكون راي اخر لجيوشنا ولشعوبنا مو الموقف يكون بالدعاء هسه ما يخالف القران الى رب يحميه لكن غزه حتى رب العالمين وعد بني اسرائيل بجيوش من المسلمين ومن العرب لكن اليوم العرب من فارف تشوتشه ويتداولون في مفاهيم فقط تخدم مصالحهم لا انا راح اقول لك انه البعبع في الشرق الاوسط بتصنع اسرائيل بتوجيه لامريكا عن طريق دول عربيه ويقول لهم اذا ما اتفقتوا ويانا وتعاملتوا ويانا راح نوجه عليكم فلان دوله او راح نصنع قاعد يقول لك هاي الدول اللي طبعات والجايين والجايين الدول اللي طبعات باستمرار راح يطبعون الدول اللي طبعت فقدت سيادتها وقرارها لو طبعت من اجل تبادل تجاري التطبيع اللي تفقوا عليها انه اكو تبادل تجاري واحنا نفتح سفارات في دولنا وخلاص اقلها حتى يعم السلام اخي افهموا الوضع انه اسرائيل في الشرق الاوسط هي سرطان يعني الدول العربية والاسلامية انا مالي اجي رغم نفوذي ورغم امكانياتي ورغم قوتي في المنطقة واجي اقول انه اسرائيل هي سكينة بخاصرتي لو تعترفون وتقولون انه احنا دول ما نقدر نقدم شيء لفلسطين وخلي نفتح باب التطويع لشعوبنا واللي يريد يروح يجاهد في فلسطين نفتح الحدود من المعيب ان تكون اسرائيل محاذية لاربع دول عربية وتنتهك فلسطين من المعيب ان تكون اسرائيل تتحدث وتشرع قوانين دولية ندرسها في جامعات عربية واسلامية ونجي نخضع الى قوانينهم ليش احنا دائما نتحدث بالجانب المعنوي والجانب المادي ليش لان دول الخليج دول رايحية ما العراق هو كان الاول على هاي الدول في جيشها وفي امكانياتها وتبقى في الدول بالتسعينات على انه شكلت الحصار عليه باتفاق مع امريكا لكن فلسطين فلسطين هاي فلسطين اللي وعدك بها ربك واللي وعدك بها نبيك واللي راح يطلع امام من بعد هاي الامم بيحمل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلع يقود جيوش لتحريرها اقلها خل نفازع خل الدول العربية تاخذ موضع الفازوع لحين ما يطلع هذا النبي او الامام يعني لا احنا منطينا فلسطين ولا احنا نهجريها وقال لهم تعالوا سخنيا بالدول العربية وخل اسرائيل تاخذها ولا احنا ندافعين عن القدس اللي هو والقبلتين ونجي اليوم بغطاء دولي وحضرتك لابس هوية عراقية اللي هو الشماغ والعقال العفو العربية اللي هو الشماغ والعقال العربي وتتحدث تقول انه احنا ما نقدر نقدم لا احنا في العراق من المتحدث وخنشوف بقية الاخوان احنا مشاريع استشهاديه للدفاع عن حرمه اي دوله اسلاميه تبع اللي استرداد حقوقها وعافيه الدجاجه واضح يقول رضوا بالدون وحسبوا انهم مهتدون قول الامير المؤمنين سلام الله عليه المشكله انه الدول العربيه من المفترض انه كل تحركاتنا مبنيه على العقيده الاسلاميه العقيده الاسلاميه من المفترض انه اكو دلالات الله سبحانه وتعالى وعدنا بها كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله هسه المشكله اكثر من 500 مليون ويطلع مع كل احترام الان ضيف الكويت ويقول امكانيات ضعيفه الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما يقول بالنص لو ان كل مسلم سكب دلوا من الماء على اسرائيل لجرفت اسرائيل ثاني دلوا من الماء ذب عليها تجرف اسرائيل حزب الله 2006 لغى المعادله لغى هاي النظريه قال لهم انا جيش بسيط غير نظامي واجهت وفق المبدأ الإلهي اللي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فعلا بال 2006 كسر شوكة إسرائيل واستطاع أن يبعد إسرائيل من كثير من المناطق اللبنانية اليوم ماكو حجة خصوصا بعد معركة العراق ويا داعش اللي كانت تدعمها قرابة 52 جهة دولية واستخبارية واستطاع العراق أن ينتصر عليها طبعا جزء من دعم داعش كثير من دول الخليج العربي كثير من الدول العربية استطعنا أن ننتصر شلون انتصرنا عندما عدنا إلى العقيدة الإسلامية الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم احنا مو أوروبيين عمي
عم احنا ما نؤمن بفصل الدين عن السياسة. الدين مو معناته انا من اروح اقاتل الصهاينة. للأسف شوف التبريرات العربية. حماس ورطت غزة. يا مشعول ورطت غزة تشوفون الإبادة. أدري يا مشعول الصفحة من تقل لي إبادة مصارها 70 سنة فلسطين. يومية إبادة، يومية قتل، يومية تجريف. طوفان الأقصى غير هذه المعادلة الجديد في هذه العملية لأول مرة. فصائل المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تنقل المعركة من الأراضي الفلسطينية إلى المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة. الفصائل الفلسطينية تستطيع أن تسيطر على 4 قواعد فيها أرشيف الموساد وقمة الأسرى، بالإضافة إلى معبر أريش اللي هو من أهم المعابر. يا أخوان كافي خذلان، كافي. أنتم محاسبين أمام الله. ما أعرف تجدهم محرص الناس على حياة. إذا أنت بعيد عن الدين الإسلامي حقك تقول له إذا عيش الدنيا ومات وراي آخرة، فبالتالي مش عايز فلسطين. لا عمي أوقف، أنت تقول الله أكبر يومية 5 مرات. إذا تؤمن الله أكبر عمي النتائج مو مسؤوليتك. أنت سوي تكليفك اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى. الدول العربية تتفرج على 1300 مقاتل يا إسلام في أقوى الروايات. كتائب القسام دخلت ب 1300 مقاتل كسرت شوكة الأقوى أو رابع جيش بالعالم أو بالمنطقة. إذن إحنا إذا واجهنا ماكو قدامنا قوي. معقولة 500 مليون أو أكثر. الدول العربية بالمناسبة واحدة من أدوات القتال وهي الكيان الصهيوني والأوروبي والغربي هي العودة إلى ما قامت به الدول العربية الإسلامية من 73، قطع الإمدادات النفطية. واليوم عندنا حرب أوكرانية روسية. تدري النفط اليوم إذا سد الكاك عفوا 3 أيام 7 أيام عن أوروبا وعن أمريكا لا تختلف. والله أمس سؤال مهم يا مهم. هاي الدول العربية الآن هل هي داعمة؟ أنت قسم داعمة لإسرائيل؟ داعمة لإسرائيل يا عزيزي يا عزيزي يا أما أبيض أو أسود. أه؟ لو أنت ما راح أكمل بأي طريقة ترى راح تكون منصفية. بأي طريقة دعمت هذه الدول إسرائيل لا. بأي طريقة دعمتها معنوية لوجستية سياسية بتكمل. بالمناسبة الآن المواطنين العرب يقول لك عنه ما تسلح. خلينا طب خلينا طب أنا كدرع بشر الغزل افتح لي الحدود وما ادخل بيه. انا اخذ كلاشيكوف، اخذ المسدس، اخذ لي ار بي جي 7. أنا يعني بس افتح لي الحدود. عمي أنت دا تحمي إسرائيل، لا تقول لي أنا ما عندي إمكانية. أنت مكلف من قبل إسرائيل لحماية إسرائيل. من اللي قاعد يحمي إسرائيل من هذه؟ كل شو. لا مو كل. من اللي حددها من الآن؟ من اللي قاعد؟ دول الخليج العربي بالكامل. كلها؟ بالكامل بدون استثناء. بالكامل عدم العراق، سوريا، لبنان، واليمن. غير هاي الدول. طبعا قطعا ما طبعا الكل مع اسرائيل. يا دكتور عايد سمعت كمان العباره. اما مع مع معسكر الله اللي معسكر المظلوم. تمام دكتور عايد سمعت ضيوف الاستاذ بعد سمعت استاذ راس المشهداني واستاذ علي. دكتور عايد سمعت ضيوفي ما اسمع ضيوفي سمعتهم ولا ما سمعتهم؟ ما اسمعك والله يبقى ما اسمع. دكتور عايد سمعت ضيوفي؟ ايه اقول لا توجد منطقة حياد. انت اما مع اسرائيل او مع فلسطين. من كان مع فلسطين من المفترض ابتداء من الكلمة الى الدعم المعنوي الى الدعم اللوجستي والوقفة السياسية والعسكرية. يسمعني دكتور عايد شباب؟ يسمعني دكتور عايد؟ ان شاء الله اشوف اللقاء العادي اشوفه باليوتيوب وجاوبنا بعد 3 أيام ان شاء الله. تسمعني دكتور عايد؟ اسمعك بس ما اسمع يعني بوجه المرض. تمام تسمعني الان؟ قول شنو السؤال؟ تمام. انت اذا سمعت ضيوفي يتحدثون عن انه يعني استاذ اوراس المشهداني قبل شويه كان يتحدث بحرقه يقول لك احنا العراقيين كل احنا مستعدين الان اي واحد ينفتح له المجال فاحنا بانفسنا ندافع عن فلسطين. يقول لك العراق لما كان فتحتوا حدودكم واستقبلتوا اعداء العراق ودخلتوهم علي. وبالتالي يكمل استاذ علي انه
الان الان كل الدول العربيه ما عدا ايران ما عدا العراق وسوريا ولبنان واليمن ما عدا هذه الدول والباقي كلهم مع اسرائيل يدعمون اسرائيل لوجستيا يدعمون الكيان سياسيا ويدعمون ماديا. لا أستطيع لم أسمع كويس لكن أنا أؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية جميعا وبالتالي دعم الشعب الفلسطيني بأن ممكن وارد وينبغي أن يكون أصلا في هذا الجانب. المسألة اليوم قلناها ونكررها فلسطين محتلة منذ عام 1948 القرار الذي أدى إلى تقسيمها صدر في 1947 يعني تقريبا 77 عاما إسرائيل تحتل هذه الأرض وإذا كنت في السابق خضنا عدة حروب ولم نفلح فأعتقد أن الوضع الآن ليس أحسن من السابق لا من حيث الحديث دكتور العواطف دكتور يعني إذا أخذنا حروب إذا أخذنا حروب إذا أخذنا حروب ولم إذا أخذت حروب ولم تفلحون لذلك تروحون تطبعون وياهم ونسيش لهم أنا أحترم عواطف وأنا مع عواطف ولكن الواقع يقول شيء آخر. هذا الواقع أمامنا قلت لك في خط ممكن ينطلق من طهران بغداد إلى دمشق وممكن يفتح جبهة الشمال يمكن يساعد على تخفيف الضغط عن غزة ولكن أقول وأكرر يعني لا نتوقع أن تمر الأمور بسلام لأنه مثل ما تم عن 60 دكتور عايد دكتور عايد دكتور عايد تسمعني دكتور عايد على الحدود دكتور عايد تسمعني لي بإشكور رئيس وزراء إسرائيل دكتور عايد تسمعني سوريا إسرائيل استغلت الفرصة ودمر سلاح الجو المصري ويعني دمرت حتى الجيش المصري للأمانة وهذه الكل يعرفها. دكتور عايد أنت تسمعني لو ما تسمعني. وهزمت الأردن وضمت الضفة الغربية وقطاع غزة وماذا عملنا بعدين؟ حرب استنزاف ثم حرب 73 دخلنا 15 كيلو إدخال 40 كيلو. دكتور دكتور عايد انت ما تسمعني مع الاسف دكتور عايد ما تسمعني دكتور عايد تسمعني لا ما هو الحل انا اقول لك الحل الثاني نعم يمكن اسرائيل تقضي على المقاومه او حماس في هذه المره ولكن ممكن ان تعود مره ثانيه ويستمر الصراع بهذه الطريقه اما صراع الجيوش فاسرائيل قادر عليه والعب واضح 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 والله ما اقدر ما اقدر يعني ما عندي يعني ما عندي مشكلة تكون اسرائيلي اله تسمعني الان تسمع ما يسمعني الحمد لله رب العالمين عد دقيقة يعني الموقف يقول لك انا يائس يقول لك انا يائس دول يعني ما اسوي شيء يعني الحل يجيني من طهران الى سوريا الى العراق خلاص ابو رجال واضح يقول لك يعني 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 هسه اللي استشفيته من كلام دكتور عايد انه ساحة الحرب راح تكون من طهران الى بغداد الى دمشق الى بيروت الى بيروت زين انتوا شنو العفو داعمين لهي ساحة الحرب لو انتوا بها تدعمونها ما يخالف يعني هم لا ثبتوا وياها ولا ثبتوا ضدها زين موقف الخليج انت مو اكو فيتو بيناتكم دول الخليج شو ما طلعت برساله بيان يعني العراق ليش دائما يعني هسه احنا اللي نشكل محور قوي داخل المنطقه شنو اللي عندها سوريا وشنو اللي عندها لبنان حتى تقدر تقاتل وتجابه بس العراق راح يقدر والعراق متحكم في البترول اذا العراق اصبح ودعم محور المقاومه او اعلن كشعب عراقي ان دعم محور المقاومه راح يصير ضد فيتو من الغرب توجيه لدول الخليج وراح تلزمون الكاك انتم مرتين انه يرجع الحصار وترجع البلاوة على العراق ما احنا ما راح نرجع المربع التسعينات انتم انتم موقفكم كدول عربية اسلامية ولازمين الهوية هوية القيادة للدول العربية وتريدون تتحكمون باقتصاد الشرق الاوسط لل 2030
انتم موقفكم وبعدها. شكرا راسل المشهداني، شكرا علي فضل الله، شكرا عايد المناع، اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.